السلام عليكم، معاكم علي وعادل، واليوم راح نسوي كويك لوك حق من اكثر الالعاب المنتظره من ناحيه العاب الفايت هالسنه، الا وهي يا ابو عدله شنو هي؟ التيمت مارفل. طبعا شنو اللي منتظره هالسنه؟ بس خلصت السنه. مش بقى السنه في شيء غيره؟ في عندك كينج فايترز اللي ما راح نشوفه ان شاء الله الا اول سنه جايه، بس الحين مزمز بهذه خير ان شاء الله. وفي عندك يعني كم لعبه باتش جديد مع سيت فايتر. المهم لا نطلع برا الموضوع. اليوم موضوعنا التيمت مارفل فيرسس كابكوم 3، اللي هو مثل ما تقول عبارة عن أبديت حق لعبة مارفل فيرسس كابكوم 3. وهل أبديت يمكن خلال 9 أشهر نزلوه؟ أي خلال تقريبا 9 أشهر من اللعبة القديمة، واللعبة نزلت بسعر رمزي $40. زين في ناس يستغربون، زين اللعبة صارت 9 أشهر وليش نزلوها بهالوقت هذا؟ أول شيء اللعبة $40 وفيها وايد إضافات وايد في الوقت. 12 شخصية جديدة. 12 شخصية، سجلات جديدة، بالانس، تغييرات في البالانس بالنسبة حق الشخصيات. الاونلاين معدلينه، طبعا النهايات جديده مرسومه، في نهايات شخصيات جديده، وايد تغييرات حلوه. وطبعا احنا ما قاعد نلعب، هذا الكمبيوتر اللي قاعد العب اوريكم الحين اللي شلون صاير. فخنبلش الحين ندش على اللعبه. واخيرا خلص اللودينج. الحين عندنا مودات اللي قدامنا، اوف لاين، اون لاين مود. الاونلاين طبعا واضح تلعب اون لاين، اوف لاين لما تدش عليه الاركيد والفيرسز والتريننج والمشن. طبعا في مود جديد قالوا تكلموا عنه كابكوم اللي هو هيروز اند هيرلدز. هذا المود طبعا بعد ما تنزل اللعبه قالوا بوست ريليس انه راح تنزل وراح تحط اضافات جديده حق اللعبه، كروت ما كروت، وتغير تعدل بالسيستم. بس طبعا للحين ما نزل المود، والمود على فكره ببلاش، راح ينزل كنا بعد ما تنزل اللعبه بنفس اليوم كنا. لا 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 الاوفيشال ريليس بعد فتره. لا بعد فتره. اوكي، في شغلة حلوة حق اللي عندهم سيرفرات القديمة، تقدر تلعب جالاكتس، دمر الكوكب، destroy the earth. والله ما أدري، أنا أقول لعب طبيعي وايد. بس وناسة، أنا جربته. للأسف إني ما عندنا التسيبة حق مارفل القديمة، فما نقدر نوريكم إياها. بس مو شرط تكون عندك التسيبة القديمة، تقدر تشتريها بعدين أنلاك، تأخذ البوينتس وتجمع 30,000 تقريبا، شيء كذي، عشان تشتري المودات. فنبي نوريكم الحين بس على السريع ديش تريننج، ونوريكم على السريع طبعا نورمال وسمبل مود. النورمال مود اللي هو اللعب الطبيعي العادي، تلعب 4 دقم، لايت، سترونج، فيرز، وسبيشال باتن، والاتجاهات. السمبل اللي هو يسهل لك كوماندز اللعبه حق اللي اول مره يلعبون اللعبه، بدال لا يسوون موشنز، هدوكن، شوريوكن، كاف انك تصير قدام دقمه، ورا دقمه، تحت دقمه. الكومبوات تصير بس انك مجرد ترعص الدقم تصير اوتو كومبو مع اللانشر مع كل شيء. فاحنا راح نروح على النورمال مود. طبعا اللعبه 3-3، فريق تكون من 3. فالحين دامنا هذا تريننج خوريكم فريق على السريع. كل شخصيه تنقيها لازم تنقي معها الاسيست. شنو الاسيست؟ الاسيست اللي هو شلون صاحبك او الشخصيه هذه تي وتساعد شخصيتك ان تطق تساعده بالطق. طبعا هذا راح يبين باللعب. فمثل ما قلنا كل شخص عنده 3 تايب اوف اسيست. فنلقي الحين اي شيء على السريع، نمسز من شخصيات جديده، سبايدر شخصيه جديده. طبعا مثل ما قلنا لكم 12 شخصيه جديده، 6 من كابكوم، 6 من مارفل. ركز على الشخصيات الجديده. اهدر ركز لكم، انا مو تعرف ليش حاطينا ليش يعني خلصت شخصيات مارفل. انا اشوف انه كان المفروض يحط وايد شخصيات مارفل، كان عليها طلب اكثر. بلاك بانثر مثلا. طبعا حمد معصب ورانا. حمد بس ماكو شغل فيه، وقت راكون شخصيه هبله، يمكن تكون احسن شخصيه انحطت باللعبه. يمكن شوف، هو طبعا يمكن جيب لي شيء ثاني وعدوا لي بيها من يد شوي، يعني حتى بالترينج بده شوي يعني غصب. مو مشكله، شلون نوري الناس، شلون نوري الاوادم. وينك انت؟ شلون اجيك لحظه؟ تعال مين مش بيتو. يلا دش. حاليا انا ريو وعدول نوفا شخصيه جديده. وريو طبعا من ما يعرف ريو تمي وريو. لا وارهم سيس. طبعا عندك 4 أدقام باللعبه، اللي هو الجاب، السترونج، فيرس، واللونشر. طبعا اللونشر هذا يونيفرسال حق كل شخصيه، انه على طول بس تطيق ترعص فوق راح ينقز ورا. انزين طبعا في اسيست 1 واسيست 2، اللي هو تدش شخصيه تسوي حركه وتطلع. حلو، وشلون تبدل شخصيات؟ بدل شخصيات، تخلي ايدك على دقمة الاسيست. حلو، اي لحظة تغير طبعا؟ ها؟ باي لحظة، طبعا الا اذا كان بحالات معينة، مثلا اذا كان
الاسيست انطق، يعني مثلا انا ادخل اسيست وانت تطقه بنص نزلته خلاص اعطيك. طبعا ما اقدر ابدل الاسيست لانه هو يطلع وبعدين مكتوب في وراء اسيست اوكي. اوكي في زين. هي سوبرات بطريقه، طبعا هي سوبرات اللعبه مسهلينها بطريقه سهله بدال الموشنز المعقدين شويه بالستريت فايتر. هدوك مرتين او ربع دائره مرتين وبوكس، يعني مسوي لك اياها ربع دائره على حسب شخصيه طبعا، بس اغلب شخصيات يا يعني ان تكون ربع دائره لقدام اللي هي هدوكن ودقمتين تقريبا الحين شنكو هدوكن، او انها تصير هريكان ودقمتين ونفسها، او انها تكون شوريوكن ودقمتين. اخلي صاحبي يسوي شوريوكن دقمتين. انزين وفي بعض الشخصيات دائرة. في دائرة؟ لا ماك دائرة، نص دائرة. طبعا هذا يمكن اكثر سوبر ممكن يعقد اللي هو سوبر اكوما الستاندرد. صح اكوما، بس غيره ماكو شيء يعقد يعني. اوكي هذا كان تغطية سريعة على التريننج مود. طبعا التريننج مود حاطين لك اوبشنز وايد، اذا مثلا تبي تضبط فريقك، تبي مثلا تجرب استراتيجي شيء كذي، حتى تقدرون تغيرون الاسيست من غير ما تطلعون من الكاركتر منيو. صحيح الاكس فاكتور، السوبرات، كم سوبر تبلش فيه. حتى في شغله غريبه عجيبه حاط لك نتورك سيميليشن، يعني انت مثلا تبي تلعب وتبي مثلا انت العاده لما تلعب اونلاين تكون ثلاث خطوط، فتبي تلعب ثلاث خطوط وتشوف كومبوات بالاونلاين شلون تطبقها بالصدق هني تفرق، عرفت؟ ايه فعلا يفرق. فيعني حطيك حركات حلوه بالتريننج مود. فالحين خلنا نطلع نوريكم شغله ثانيه بعد كله بلايستيشن. طبعا اي واحد يبلش جديد ممكن يدش على المشن مود. المشن مود يحط لك شخصيه شخصيه ويمشيك على كمبوات، من كمبوات البيسك لكمبوات اللي شويه خلينا نوريهم ترين المشن مود على السريع. خلينا نقي وولفرين نسوي في جنب. وعلى فكره اذا كان عندكم اللعبه القديمه المشن مود هم في شخصيات القدم غيروا الكومبوات اللي فيها، لا الكومبوات الادفانس شويه تغيرت يعني. حتى في كومبوات شخصيات معينه اللي يلعبون فيهم، مثلا زيرو يلعب بمار، زيرو يلعب مار يلعب زيرو. زين و عنده كومبو معروف استخدامه، فحاطين لك اياه بالمشن مود. نايس حركات والله. انزين الحين المشن مود مثلا وولفرين حاطين لك برسيرك براج ويلج، برسيرك براج اللي يهدوك. اذا في حركه طلعت لك وما تدري شنو الحركه، مثلا تورنيدو كلو، انت ما تدري شنو تورنيدو كلو، بكل بساطه تطق ستارت مشن اوبجكتيف. حلو بلاي ستيشن اباني وايد حلو، يحطوا لك الموشن مال الحركه اللي يبونها منك. فبالحاله يبون شوريوكن وهاي مشن اوبجكت، بس مشن كومبليت. طبعا تكمل لما توصل من البيسك للمد، لما توصل حركات الادفانس، والادفانس تكون شوي يعني صعبه فيبي لك تتعود عليها ويكون بالك طويل. والحلو بالشغلات هاي بالمشن مود انك راح تتعلم على شغلات وايد تفيدك باللعب. اوريكم مثال بفهم كم بيزين اكس ما في السالفه كم هو بيسك هذا. المهم بوشنا كومبو في شنو كم اي في حاطين لك حركه جديده، تقدر تسوي سكرول على الكوماند المطلوب منك هنا. اول ما كانت موجوده، اول ما كانت موجوده شغله الحين كان شيء غبي. الحين تقدر من غير لا تطق ستارت مثلا، اذا انت تعرف اسامي الحركات تقدر تشيك عليهم. خلينا نسوي كومب الحين مره ثانيه سريع ان شاء الله نضبطها المره. اوكي كان كومبو ثاني، انا لعبت كومبو ثاني. طبعا اللعبه تاليف بتاليف ترى. على فكره الكومبوات اللي موجوده بالميشن مود ما مهما كانت ادفانسد ترى بالنسبه حق الكوميونتي ترى ولا شيء. اليوتيوب مثلا عامره بالسوالف الطيبه هذه. ف هذا كان كويك لوك على السريع، وبس هالمره نحب نختمها بطريقه ثانيه، نبي نختمها مباراه. ف انا راح العب ويا عادل وان شاء الله يكون اللعب حلو، ومنها راح تشوفون اللعبه شنو تقدر تسوي فيها وشنو الشغلات اللي راح تشوفها لما تلعب ويا ربعك. المهم احنا نختم الكويك لوكس ونقول لكم يعطيكم العافيه وما تقصرون. اذا عجبكم الفيديو
شو اسمه سووا لنا سبسكرايب. طبعا احنا حابين ان نسوي مو منحاش نشرح لهم نص اللعب. طبعا احنا حابين نقول لكم ان ان شاء الله انا وعلي راح نسوي تريننج حق مارفل والعاب الفايت الباجية ان شاء الله. فاي احد يكون عنده تعليقات عنده اسئلة حاب يعرف عن شخصية معينة نستقبل اي اسئلة ونشوف شلون ممكن نساعدكم ان شاء الله بإذن الله. فيعطيكم العافية وما تقصرون وخلكم معانا تشوفوا المباراة. يلا نبرو داي تاتا هذا هو وسكر ميو. أنا أقول وين أصد يا محبوب إيه لا زين 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 تاتا تاتا سوكم صحته وشي سوكم لا تعال انت تخاف على شوي اي شيء اطفيك لا 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 بلو ان شاء الله ما بوش يا محبوب بوش مو طبيعي قدام الكاميرا شو قاعد مو تمام لا مايك مسكر علي ما اشوف ايه قلت لي شكو حد شكو هيكون جوستيكي كوايت حلو الله جوستيكي كوايت حلو ايه واخيرا لا 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 تسوي شيء لا تسوي شيء لا تسوي شيء لا تسوي شيء شنو هذا يديني هذي يديني لا نفس الشاد الظاهر فيك انا هذيك كلها مو دقيقة أشوف سباراتك حسيت سباراتي ممتاز وايد حلو لا تسوي شيء لا تسوي شيء ها تعالني قص عليه وين رايح تعال 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 شخصيتين اوه عاد هذا لا نو اطفيك محبوب يفوز الاي رافست عبري ماتش عبري ماتش بالديوانيه مو هني يلا مو مشكله مرات جايه ان شاء الله يلا جي جي